انا عايزه اقول لك انه عمل لي قرعه وقال لي اختاري مش عشان هو ابويا يعني، بس انا ما شفتش حد زيه. والدها مخرج شهير واخوها منعها من التمثيل وبقت مقدمه برامج دينيه عن طريق القرعه، ونجت من الموت باعجوبه. اسرار هتعرفها لاول مره عن الاعلاميه لمياء فهمي عبد الحميد اللي تصدر اسمها ترند بعد تعرضها لحادث سير. الاعلاميه لمياء فهمي نشرت صوره لعربيتها المكسره من خلال حسابها على الانستغرام، ولكن ما قالتش اي تعليق ولا كشفت عن حالتها بعد الحادث، والواضح انه اتكتب لها عمر جديد. وبعد حادث السير اللي تعرضت له رجع اسمها لتصدر ترند لمياء فهمي. هي بنت المخرج الراحل فهمي عبد الحميد واخت المخرج وائل فهمي عبد الحميد. درست في كلية السياحة والفنادق ولكن اتجهت للعمل الاعلامي. في البداية كانت عاوزة تبقى ممثلة او مغنية، وكانت شايفة ان عندها الموهبة دي، لكن اخوها منعها من دخول عالم الفن وقال لها مفيش تمثيل ولا غناء. فكرت تقدم برامج، وكان عندها فكرة تقديم برنامج ديني، وكانت عندها فكرة تانية انها تقدم برامج اسمه ذكريات الفوازير. وقتها كانت هتروح في اتجاه المنوعات، وده كان هيبقى امتداد لبرنامج الفوازير اللي عمل والدها فهمي عبد الحميد. وهنا وقعت في حالة من الحيرة، ما كانتش عارفة تعمل ايه. وقتها عملت قرعة علشان تختار حاجة فيهم، ومن هنا بقت مقدمة برامج دينية. اتكلمت لمياء فهمي عبد الحميد عن والدها قبل كده، وقالت انها وهي داخله مبنى الاذاعه كانت بتمشي معاه، ودلوقتي بقت بتمشي فيه لوحدها. وقالت ان والدها كان بيحب التلفزيون المصري لدرجه انه كان بيعتبره بيته الاول، وكان بييجوا فيه علشان يشوفوه. وقالت كمان انها اتعلمت من والدها الاخلاص في الشغل، وانها طالعه زيه بتحب الشغل بشكل غريب. وقالت كمان ان الفوازير اللي كان بيعملها والدها اصبحت مرتبطه بذكريات طفوله معظم المصريين، وإن سر نجاح الفوازير دي بيرجع لتوفيق من ربنا. وقالت إن والدها كان عارف إن الفوازير هتستمر لأكتر من 50 سنة. اتعرضت لمياء فهمي عبد الحميد لشائعات تعرضها للمرض والوفاة بعد إجراء عملية إزالة الزايدة وعملية تكميم المعدة. بعدها في ناس قالوا إنها اتصابت بمرض السرطان وإنها توفت بسببه. بعدها خرجت من خلال مقطع فيديو اتكلمت عن الوعكة الصحية اللي مرت بيها، وقالت إنها اكتشفت إصابتها بالزايدة والغدة الصماء والضغط، وإنها أجرت عملية تكميم معدة بعد فشلها في إنقاص وزنها. وأكدت إنها بخير وكل دي شائعات، وردت على الناس وقالت ليه تقولوا نهاية الإعلامية لمياء فهمي، وقالت إن الشائعات دي خضت الناس عليها وهي كويسة. اتكلمت لمياء فهمي قبل كده عن أكتر أكلة بتعرف تعملها، وقالت إن الأكلة دي أكلة الكشك، أما أكتر مقولة بتؤمن بيها فهي مقولة كما تدين تدان. وفي النهاية إن شاء الله الحادث اللي تعرضت له يكون بسيط، وربنا يقومها بالسلامة.